السلام عليكم، أنا حسن شنبش، محمد رحومة، محمد تومي. الأصل من ليبيا، مقيمين في بريطانيا. هدفنا هو إحياء أسطورة ابن بطوطة، وهدفنا هي زيارة المسلمين المساجد في العالم. بالنسبة لي أنا الهدف إن هناك يكون كسائح مسلم، وين أحسن أماكن ممكن نمشي لها ونعطي نصائح للمسلمين، وأحسن أماكن للأكل، وأحسن أماكن إن تشوفون في أي بلد في العالم إن شاء الله. ونبوروا كيف الناس المسلمين بالذات يقدروا يستمتعوا بحياتهم بطريقة حلال.